مرحبا، أنا أحمد من فلسطين، بعاني من مشكلة تكسر في أسناني، حاولت أعالجهم ولكن ما استمريت. جيت على دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن وضع أسناني صار للأسوأ للأسف، وبطلت لا أقدر أكل ولا أقدر أشرب. سألت الناس فنصحوني بميدكير الشارقة، جيت على ميدكير الشارقة وقابلت الدكتورة ياسمين أخصائية الأسنان ووعدتني ونصحتني أنه راح تكون ابتسامتي أجمل من الأول. أنا دكتورة ياسمين البشتلي، طبيبة الأسنان بعيادات ميدكير الشارقة. زارني الأستاذ أحمد من فلسطين وكان جدا تعبان ووضعه صعب جدا، عنده كتير آلام، وبعد الفحص تبين أنه معظم الأسنان في حالة تلف شديد متكسرة ومحتاجة لتدخل من خلع وعلاجات عصب، والمرحلة الثانية رح تكون استبدال جميع الأسنان المفقودة بالزرعات وبالتلبيسات الأسنان التجميلية. أستاذ أحمد كان شوية ظروف صعبة عنده وإجا عنا على العيادة وزارنا، لكن طمنته وبإذن الله رح نغير له أسنان المفقودة بأسنان جديدة، نعمل له ابتسامة جديدة وبنفس الوقت أسنان صحية يقدر يأكل ويشرب ويتخلص من جميع الآلام. مرحبا من جديد، طبعا انتوا شفتوني في الفيديو السابق وعم تشوفوني حاليا بشكل جديد ولوك جديد وابتسامة جديدة، عم ببتسم من كل قلبي وكتير فرحان. بصراحة لما شفتوني أول مرة مع الدكتورة ياسمين كانت حالتي يعني شبه ميؤوس منها، ولكن الدكتورة ياسمين ما قصرت وعملت الواجب وأكثر، عملت لي أكثر من جلسة، تضمنت الجلسات خلع أسنان وتنظيف وتلبيس وتبييض، وزي ما أنتم شايفين هلأ عن جد ببتسم من كل قلبي وعم بخلق أي جو فرح مشان أبتسم. بنصح كل إنسان بحس بأي ألم بأسنانه يروح يزور الدكتورة ياسمين في عيادة ميدكير الشارقة، وأنا متأكد راح يكون مبسوط ويعملوا له أكثر من اللازم. الحمد لله اليوم خلصنا حالة أحمد وأنا كتير مبسوطة وسعيدة لأنه أحمد طلع من عندي مبسوط وراضي، حسيت أني عملت تغيير كتير كبير في حياته. أحمد إجاني بيعاني من تكسرات ويعني معظم الأسنان حالتها كانت جدا سيئة. رحلة العلاج ضمنت الخطوة الأولى تنظيف الأسنان، إعادة علاج للثة، بعدين قمنا بإزالة مجموعة كبيرة من الأسنان اللي ما في أمل منها، علاجات عصب، تبييض للأسنان، وآخر مرحلة كانت التركيبات والتلبيسات طبعاً لتعويض الأسنان المفقودة، وعملنا له نوعاً ما هوليوود سمايل عشان يكون سعيد. أحمد جداً اليوم مبسوط، استعاد ثقته بنفسه، قادر يأكل، قادر يشرب، قادر يبتسم بكل أريحية وكمل حياته بثقة وهو مبسوط. في نصيحة كتير مهمة بدي أعطيها لكل الناس، ما تخافوا ما تترددوا انكم تروحوا عند طبيب الاسنان في حال كان عندكم مشكله كبيره في الاسنان، لانه كل مشكله لها حل، حتى الاسنان المتكسره حتى الاسنان المفقوده كلياتها لها حلول. بس نصيحتي لكم اختاروا طبيب الاسنان الصح، لانه التركيبات والفينيرز اذا عملت بالطريقه الصحيحه رح تغير حياتك، لكن اذا كانت مش معموله بالطريقه الصحيحه رح تؤدي لمشاكل عديده منها التهابات باللثه، ممكن الأسنان تحتاج عصب، ممكن نفقد بعض الأسنان في بعض الحالات. هلأ مش كل الحالات بتحتاج فينيرز ولا كل الحالات بتكون إحنا مضطرين نعمل هوليوود سمايل، في بعض الحالات تبييض أسنان بيكون أكثر من كافي إلها، لكن الحالات اللي بتحتاج فينيرز مثلاً تغير شديد في الألوان، تصبغات وراثية، أو حتى بعض الأسنان متكسرة بعد علاجات عصب، أو بعض الأسنان مفقودة لأي سبب من الأسباب، إحنا ممكن نلجأ للفينيرز، للتجميل، تركيبات السيراميك أو الزيركون. طبعاً لازم تكون معمولة بأسس علمية صحيحة وطريقة صحيحة عشان المريض يكون قادر يأكل ويشرب وكمان يكون عنده ابتسامة جميلة ونعيد ثقة المريض بنفسه ويقدر يكمل حياته بطريقة صحيحة.